التي سوف تركز على الاقتصادات الناشئة والتداعيات ما يحدث فيها على الشرق الأوسط. سبق أن عرفت عن المتحدثين الثلاثة: دكتور فيليب لارين باسكونيان وزير المالية الأسبق تشيلي، دكتور تاي هو بارك وزير التجارة الأسبق كوريا الجنوبية، شاركا في مؤتمرات جيوسياسية سابقة، ونرحب بهما مرة جديدة في هذه الجلسة الصباحية. ومعنا أيضا دكتورة هاي هونغ غاو من بكين، وتعين عليها أن تبدل موعد سفرها، ووصلت هذا الصباح إلى البحرين، وكان علي إقناعها على أن تأخذ الرحلة التالية بدلا أن تلغي مشاركتها، لأنه كيف يمكن أن يكون لدينا مؤتمرا عن الفرص الاقتصادية والأمن من دون مشاركة صينية. إذن شكرا دكتورة على حضورك. أبدأ مع دكتور فيليب وأمنحه 10 دقائق. Thank you very much. شكرا جزيلا، صباح الخير. يسرني أن أكون هنا معكم في هذا المنتدى من تنظيم المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في البحرين، وأنا ربما الشخص الوحيد من أمريكا اللاتينية، وقلت أنه كيف يمكن أن نعقد مؤتمرا من دون مشاركة صينية، ولكن كنت أعتقد أنك سوف تقول الشيء نفسه حول عقد مؤتمر من دون ممثل لأمريكا اللاتينية. لقد قطعت مسافة كبيرة لأكون هنا من تشيلي، منحني وقتا لكي أفكر في كيفية معالجة المسألة التي سوف أتحدث عنها، وهي الاقتصادات الناشئة. لن أكرر ما قيل، ونحن نحاول أن نعطي وجهة نظر أمريكا اللاتينية ومقارنة ذلك مع الشرق الأوسط. لا شك أننا وصلنا إلى آخر هذه الدورة الاقتصادية، ولدينا ما يجري في الصين، وهي مرتبطة بشكل وثيق في وضعنا. والواقع أن المسألة لا ترتبط فقط بتباطؤ النمو في الصين، ولكن أيضا تغيير في تركيزها، حيث سوف تركز أكثر على الخدمات، والاستهلاك سوف يكون أهم من الاستثمارات، وبالتالي من الضروري أن يتبدل الاقتصاد الصيني، لأنه مع 50% من الطلب على الاستثمارات الوضع ليس متوازنا، ويجب أن يكون هناك نموا في الطلب متوازيا مع ذلك. ولكن الاستهلاك على السلع أقل من الاستثمارات. مع هذه التغيرات والتباطؤ في النمو، سوف يضيف ذلك من الضغوط على السلع. وثانيا، وذكرت هذه النقطة أيضا، هي التغيرات الجذرية في السياسات المالية الأمريكية، وسوف يكون هناك فعل في الولايات المتحدة ورد فعل متوقع أيضا من جهة أخرى على مستوى المصرف المركزي الأوروبي والمصرف المركزي الياباني، الذي يتطلب تحفيزا لهذه الاقتصادات. هذه من بين الأمور المتوقعة. أيضا في أمريكا اللاتينية هناك بعض قواسم المشتركة مع اقتصاداتنا، فكلنا نعاني من تراجع إيرادات الصادرات، ونعاني من تداعيات كبيرة بسبب تباطؤ النمو، تراجع مستويات الاستثمار، والضغوط على فرص العمل وخلق وظائف العمل، وأيضا بعض التداعيات المالية في بعض الاقتصادات. كيف نتعامل مع هذا الواقع الجديد؟ هناك احتمالان: أولا، نفترض أنها دورة اقتصادية، وثانيا نفترض أن هناك مشاكل هيكلية. استنادا إلى ما تقدم هذا الصباح، سوف أخلص إلى القول إننا نواجه تغيرات هيكلية، وهذا ليس مجرد دورة، بل نحن بصدد تغير دائم. وسوف أتحدث عن النفط، ولكن ليس فقط عن النفط الذي تراجع سعره من $110 إلى $50، ولكن أيضا
الفول النحاس الذي يعتبر أساسيا في منطقتي، والسعر بات 2.5 دولار أو 3 دولار للباوند. إذن سوف يكون لذلك الأثر نفسها. أما بالنسبة للأثر على السوق فنحن بدأنا بالحديث عنها. لا شك أن تغير أسعار السلع كان تراجعا في النفط بنسبة 60%، أما بنسبة 35 إلى 40% بالنسبة للمعادن. وهذا الفرق أيضا انعكس في آخر تقارير صندوق النقد الدولي في أكتوبر من هذا العام، وهناك دراسة هامة في هذا التقدير تشير إلى أن الدول المصدرة للسلع، فهذا يعتمد إذا ما كنت مصدرا للمنتجات غير النفطية سوف تتراجع معدلات النمو بنسبة 1% مقارنة مع المعدلات لعام 2010 إلى 2013. أما الدول المصدرة للنفط سوف تعرف تراجعا بنسبة 2%. إذن الآثار مضاعفة على الدول المصدرة للنفط. إذن هل سوف نتقبل هذا الوضع؟ أعتقد أن هناك تغيرات أساسية نحتاج إليها. اسمعوا لي أن أذكر 4 منها. أولا، يجب أن نساعد الاقتصاديات على تطبيق التغيرات الهيكلية، فلا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي ونتقبل العواقب. يجب أن نكون استباقيين في هذه البيئة الجديدة. أولا، المؤسسات المالية بطبيعة الحال يجب تعديل النفقات الحكومية، ويجب أن نخفض معدلات النمو وأقترح أن نعتمد بعض القواعد لضبط الميزانية طويلة الأمد بدلا من اعتماد ميزانيات سنوية، وأن نركز أكثر على الميزانيات الهيكلية التي تأخذ بعين الاعتبار الإيرادات الهيكلية في المدى البعيد، وهذا يسمح بمرحلة انتقالية لا تقتصر بتغيرات جذرية في عام واحد. هناك بعض الدول التي سبق لها أن طبقت ذلك في أمريكا اللاتينية. لا أعرف ما يجري هنا في هذه المنطقة من العالم، ولكن الميزانيات في أمريكا اللاتينية بدأت تعتمد في المدى الطويل. أيضا في هذه المنطقة فإن صناديق الائتمانية سوف تساعد في تأمين الإيرادات، والواقع أن حجم الصناديق السيادية في هذه المنطقة أكبر بكثير من صناديق السيادية في أمريكا اللاتينية وهي صغيرة، يمكن أن تنفذ بعد سنوات قليلة بخلاف الصناديق بمليارات الدولارات في هذه المنطقة. ثانيا، السياسات النقدية. ربما قد يبدو ذلك مبسطا، ولكن في أمريكا اللاتينية نقوم بالتأثير على معدلات صرف العملة. إذا ما كنا بحاجة لتغيرات هيكلية سمحنا لعملاتنا بأن تفقد من قيمتها، وهذا حفز قطاعات أخرى على التطوير، وباتت الاستيراد مكلفا، مما حث قطاعات زراعية صناعية زراعية وغيرها على أن تنمو. وأثناء قدومي كنت أطلع على سياسات معدلات أو أسعار سعر الصرف في هذه المنطقة، ورأيت أن العملة مرتبطة بالعملات الأجنبية بالدولار وهي غير مرنة، وأنا أنصح بأن يكون هناك سياسات أكثر مرونة في تحديد سعر صرف العملة لتأثيره على الاقتصاد من خلال السماح بخفض قيمة العملة. كان لدينا دول في منطقتنا عرفت انخفاضا بنسبة 70% في قيمة العملة في المستويات المتدنية من الدورة الاقتصادية. ثالثا، البنى التحتية.
وتحدثنا عن ذلك في الجلسة السابقة، وسوف أشدد على هذه النقطة. نحن بحاجة إلى تغيير هيكلي في اقتصادنا يتطلب تغيرا في البنى التحتية. بالنظر إلى دولنا هناك فرص كبيرة جدا في البنى التحتية، وإذا ما كنا نود أن نعزز قدراتنا على إنماء قطاعات غير القطاعات التقليدية مثل المعادن والنفط والمواد الغذائية، نحن بحاجة إلى استثمارات متزايدة لتعزيز البنى التحتية. ولأن هناك ضغوط كبيرة على الميزانية، كيف نمول هذه المشاريع؟ الواقع أنني أنصح بالنظر في إمكانية عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص لإشراك القطاع الخاص في مشاريع بناء البنى التحتية والاستثمارات من خلال مؤسسات ومساومات وإطار قانوني يسمح للقطاع الخاص بالاستثمار مع آفاق من 20 و 30 عاما للمشاريع لاستفادة من عوائد هذا الاستثمار. تجدر الإشارة أيضا إلى أننا بصدد التغيرات الهيكلية التي تؤثر على اقتصادنا، والإنتاجية هي من بين المجالات التي لم نركز عليها بعد. وأعتقد أن الاستثمارات في التعليم والتربية أساسية، ونرى أن مستوى النفقات لا يزال منخفضا، والواقع أن أقل من نصف بالمئة من إجمالي الناتج المحلي مستثمرا في التعليم، وحتى بعض الدول تنفق 0.1% من إجمالي الناتج المحلي، في حين أن دول أخرى تعرف نموا في الإنتاجية بين 2 و3%، وهناك نسبة من الاستثمار من إجمالي الناتج المحلي تستثمر في البحث والتطوير. وأيضا أنصح بحذر أن نعتمد سياسات صناعية تواكب التغيرات الهيكلية، وبعض الدول تقول أنها بصدد تغيير هيكل الاقتصاد أو تركيبة الاقتصاد، وهناك مجموعة من البيروقراطيين القابعين في مكاتبهم ويركز مثلا على الولوج في قطاعات جديدة. ويجب أن نحذر من هذه المقاربة لاعتماد التغيرات الهيكلية التي نحن بصددها. والواقع فإن كل هذه التغيرات سوف تكون مؤلمة بطبيعة الحال، لن تكون العملية ميسرة تماما، سوف تخلف هذه العملية ضغوطا وضغوطا سياسية، وهي تتعايش مع الاقتصاديات الضغوط الاقتصادية. ولكن أقول فإن اللوم لا يقع فقط على الاقتصاد، ولكن أيضا على السياسة. يجب أن نجمع بين البعدين، يجب أن نعي ما يحصل في الميدان السياسي الجيوسياسي، ونقر بأننا بصدد إجراء تغيرات هيكلية أساسية في اقتصادنا، والسياسات العامة يجب أن تسمح بتسهيل هذه العملية التي تأتي بثمن ولا يمكن أن تكون سهلة تماما. شكرا فيليبي. وعندما تتحدث عن السياسات العامة، هذا يتطلب التصحيحات المالية والمعدلات المرنة وغيرها، هي من بين الأمور المعتمدة في السياسات العامة، ولذلك أنا ألقيت باللوم على السياسة أيضا إلى جانب الاقتصاد. نستمع الآن إلى دكتور تاو بورك، وزير التجارة السابق من جنوب كوريا. من كوريا الجنوبية عفوا. صباح الخير، شكرا سانجايا. أود أن أضم صوتي إلى المتحدثين الذين سبقوني، وأن أشكر منظمي هذا المنتدى لدعوتي للمشاركة. وأنا لست خبيرا بمنطقة الشرق الأوسط أو الخليج، ولكنني خبير في التجارة. أنا كنت وزيرا لفترة موجزة، ولكن لطالما كنت أكاديميا يعمل في مجال التجارة. اسمحوا لي في هذا الصدد أن أقدم نقاط ثلاثة. كخبير تجارة يمكنني القول أن
العلاقات الاقتصادية بين الدول الآسيوية ودول الخليج يجب أن نركز عليها، سوف أتحدث عنها. ثانيا سوف أتحدث عن الخصائص التي تتسم بها هذه العلاقة التجارية بين المنطقتين. وأخيرا أود أن أقدم بعض التوصيات لدول الخليج مستمدة من تجربة الدول الخليجية. تعرفون دول الخليج، وعندما أتحدث عن جنوب شرق آسيا أتحدث عن دول آسيان والصين والهند وكوريا، وهذه هي الدول التي أتحدث عنها أساسا في هذه المنطقة. إذا ما نظرنا في العلاقة التجارية التي تربط المنطقتين، يمكن أن أرى نموا أساسيا وكبيرا في هذه العلاقة، وبشكل عام في مستهل القرن 21 عرفت التجارة نموا مستقرا باستثناء عامين، عام 2009 لأسباب معروفة، وأيضا عام 2013 و14 حيث تراجعت واردات النفط في منطقتنا. بخلاف ذلك عرفت العلاقة التجارية نموا، والواقع أن الخليج لديه علاقات تجارية أساسا مع دول آسيان، مع الصين والهند، وعرفت هذه العلاقة نموا أساسيا. والواقع أنه من المثير للاهتمام أن حصة الهند من الصادرات إلى دول الخليج عرفت نموا إلى 16 من 16 إلى 18%، وهي النسبة الأعلى بالنسبة للدول التي ذكرتها. وأيضا حصص التجارة الثنائية بين المنطقتين عرفت ارتفاعا. أيضا مؤخرا المزيد من شركات الآسيوية تشارك في مشاريع البناء والتشييد في الخليج، ومنها شركات كورية. أيضا تجدر الإشارة إلى حركات تنقل القوى العاملة بين المنطقتين، خاصة القوى العاملة الفلبينية التي تأتي إلى دول الخليج. وأيضا يمكن أن نرى حركة مماثلة بين الخليج وجنوب شرق آسيا. هذه هي العلاقات الاقتصادية القوية التي تطورت على مدى العقد الماضي. ماذا عن التحديات بالنسبة لهذه العلاقة؟ سبق أن استمعنا إلى الكثير من التحديات في الجلسات السابقة ولن أكررها. سوف ألخص ثلاثة تحديات: تباطؤ الاقتصاد الصيني، الركود، والتنافس الزياد المتزايد في توريد النفط، وهذا يصعب إمكانية استكمال هذه العلاقة الإيجابية بين المنطقتين. أنتقل الآن للحديث عن مسألة أساسية للعلاقة بين المنطقتين، وخاصة بين دول الخليج ودول جنوب شرق آسيا، فإن العلاقة الاقتصادية بين المنطقتين غير متوازنة في تركيزها. وتعرفون أن الصادرات الخليجية أساسا هي منتجات نفطية، وفي حين أن الدول الآسيوية تصدر منتجات غير نفطية. بالنسبة لصادرات النفط من الخليج تشكل أكثر من 60% من الصادرات النفطية التي تصل إلى جنوب شرق آسيا. أيضا فدول الخليج تستثمر في الدول الآسيوية بشكل محدود، في حين أن الاستثمارات الآسيوية في الخليج محصورة في بعض مشاريع التكرير. وكما ذكرت هناك عددا متزايدا من الشركات التي تأتي للمشاركة في مشاريع البناء والتشييد. هذه هي العلاقات أو السمات الأساسية التي تؤثر على العلاقة بين المنطقتين. وتجدر الإشارة إلى أن الجاليات الآسيوية في المنطقة أقل اندماجا من اقتصادات أخرى في العالم.
انتقل الى الجزء الاخير من مداخلتي لتقديم بعض التوصيات استنادا الى التجربة الاسيوية. ذكرنا الكثير منها، ولكن تجدر الاشارة الى ان تعديل السياسات اساسية خاصة في الخليج لاعطاء قيمة اضافية لقطاعات غير القطاعات النفطية وللقطاعات المنتجة. اسمحوا لي ان اقدم بعض التوصيات. اولا، يجب ان نصمم خطة شاملة لتطوير الصناعة، وذكرنا أنه لا يمكن للحكومة أن تختار بشكل اعتباطي بعض القطاعات لتنميتها. يجب أن يكون ذلك في إطار خطة متكاملة، وفي إطار ذلك من الضروري أن ننظر في السياسات التجارية والموجهة للتصدير. وعندما تتدخل الحكومة في بعض المشاريع يكون ذلك على أساس معايير تقنية وفنية، وهذا مستمدا من تجربتنا في كوريا. بطبيعة الحال أيضا يجب أن نستثمر في التعليم وفي بناء القدرات البشرية. وأخيرا الإنتاجية، أي ترويج أو تعزيز الاستثمارات في البحث والتطوير للتوصل إلى الابتكار. قلنا صباحا ان الصين تعرف تباطؤا في نموها بسبب الركود الاقتصادي العالمي ولاسباب عديده، ولكن يجب ان نتذكر انه عام 1992 صدر مقال يتحدث عن الوضع الاقتصادي ويقول ان النمو الذي يرتكز على المدخلات المتعاقبه سوف يؤدي الى الوصول الى سقف مع الوقت. About 6% or 5%. والواقع ان نسبة النمو المعلنة هي بستة او سبعة بالمئة، وبعد عام 98 باستثناء الصين تراجعت هذه المعدلات الى النصف. اذا هناك تحديات كبيرة لجهة تحسين الانتاجية، وانضمت الصين الى هذا التوجه في وقت لاحق، وربما الصين وصلت الى هذا السقف الذي تحدثنا عنه. ولذلك يجب أن يكون هناك استثمار لتعزيز الابتكار وتطور التكنولوجيا، مما سوف يعزز الإنتاجية. أيضا يجب أن نعمل على البيئة الاقتصادية. بالنسبة للبحرين، قال بالاستماع إلى معالي الوزير، لاحظت أن البحرين أبلت بلاء حسنا في الكثير من المجالات، والواقع أنه يجب أن نعزز الشفافية وإمكانية توقع السياسات، وهذا هام جدا بالنسبة للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء. ويجب أن نعزز السوق للسلع والخدمات لتحسين التنافسية، وهذا بدوره يخفض من من بعض النشاطات المسيئة بالاقتصاد. وأيضا يجب أن نعمل على مجالات مثل الخدمات اللوجستية والنقل التي تحتاج إلى تحسين، وتنوع الاقتصاد لقطاعات غير نفطية ولتعزيز الصادرات من المنتجات غير النفطية. وثالثا، أمل أن أرى تكاملا اقتصاديا متزايدا في الخليج، وأن ترتقي منطقة الخليج إلى مستويات متقدمة من التكامل الإقليمي لكي نعزز التنافس أيضا بين الدول الأعضاء، وأن يكون هناك سياسة استثمارية تعزيز النمو بين الهيئات الاقتصادية المختلفة والتوصل إلى المزيد من التناغم في الأنظمة بين الدول الأعضاء، مما سوف يجعل التعاون بين الدول الأعضاء أكثر فعالية. وأخيرا أقترح بتنويع العلاقات الاقتصادية الخارجية مع مناطق أخرى من العالم، وأعرف أن الخليج يتفاوض مع اتفاقات تجارة حرة مع الصين والهند وغيرها من الدول،
والواقع أن كان هناك تأخر في هذا التفاوض مع كوريا منذ سنوات، ونأمل أن نستأنف هذه المحادثات وأن نتوصل إلى اتفاق تجارة حرة متقدم. وأيضا لماذا لا نفكر بأن يكون هناك تعاونا بين دول التعاون الخليجي وأرست فيها دول آسيان إضافة إلى أستراليا، الهند، نيوزيلندا، الصين وغيرها من دول المنطقة، وهذا يؤدي إلى المزيد من المرونة بالنسبة لبيئة الأعمال. وأخيرا ولأنني خبير تجارة، أود أن أشدد على مشاركة أكبر لدول الخليج في محادثات ومفاوضات الاتفاقيات متعددة الأطراف. أعتقد أننا بحاجة إلى أفكار جديدة لإعادة إحياء مثل هذه المحادثات، ونأمل أن نرى مشاركة أكبر من دول الخليج في هذه الاتفاقيات، وأيضا اتفاقيات على تقنيات المعلومات، الخدمات، الاتفاقيات البيئية. وكما قلت، أمل أن أرى مشاركة أكبر من دول الخليج. شكرا على حسن الإصغاء. Thank you very much. شكرا دكتور بارك. نقطتك الأخيرة حول دومج التعاون والآر سي إي بي أو آرسيب وهذا التكامل الاقتصادي الأكبر بين جنوب شرق آسيا وجنوب غرب آسيا، قد حان وقته، وهذا اقتراح بالغ الأهمية يتطلب من دون أدنى شك تكاملا أكبر داخل دول مجلس التعاون لكي تكون هذه الدول قادرة على مد الجسور نحو دول آسيا الأخرى. على الرغم من التفاوتات أو ربما الأحداث التي عرفتها اقتصاديات المنطقة، فإن العلاقة مع هذه الدول كانت ثابتة نسبيا، ويسرني أنك أشرت إلى هذه النقطة كفكرة في السياسة. قبل أن أدعو هاي هونغ إلى المنتدى، إلى المنصة عفوا، لدي قصة أخبركم إياها عن كوريا ودمج التعاون. عندما اجتاح العراق الكويت، أكثر من 100 كوري ذهبوا إلى السفارة الكورية، ومع الدبلوماسيين في الواقع بقوا داخل السفارة. قيل لي إن طائرة كورية حطت في مطار الكويت تنتظر لإجلاء هؤلاء الرعايا الكوريين. السلطات الكويتية لم تكن جاهزة لضمان سلامة وأمن عملية النقل، نقل 100 مواطن كوري من السفارة إلى المطار. إذن قال أحد مدراء الكوريين في هيونداي، قال: تعرفون شركة هيونداي لها شعبية كبيرة في العراق، إذن نرفع علم هيونداي ونقول مثلا اتحاد موظفي شركة هيونداي على متن الحافلة، وهذا ما قاموا به فعليا، ووصلوا إلى المطار بكل أمان. إذن كوريا موجودة هنا لفترة طويلة والروابط معها قديمة جدا. يسرني أنك أشرت إلى هذا الجانب، شكرا لك، شكرا على وجودك. أخيرا لهذا الصباح نعطي الكلمة للدكتورة هياي هونغ غاو، وهي مديرة مركز الأبحاث المالية الدولية في أكاديمية الصين للعلوم الاجتماعية. شكرا دكتور بارو، من دون مساعدتك لما كنت هنا هذا الصباح. له من دواعي سروري أن أكون بينكم لكي أقدم هذا العرض. جلسة الصباح كان نقاشه مثمرا فيما يتعلق بالصين، وأنا في هذا العرض سوف أركز على نقطتين اثنتين. أولا سوف أتحدث عن الاقتصاد الصيني من وجهة نظري، وثانيا عملة الرمبي، وأعتقد أن هذه من الاستراتيجيات البالغة الأهمية التي تعتمدها الصين في السنوات الفائتة. أولا، سمعنا الكثير عن تباطؤ النمو الصيني، ولكن السؤال هو: ما هو شكل هذا التباطؤ؟ إذا ما نظرنا
إلى مساهمة الصادرات الصينية بإجمالي الناتج المحلي، نرى أن هذا المؤشر كان سلبيا لسنوات، وإذا كان إيجابيا يكون ذلك بشكل ضئيل جدا. إذن اقتصاد الصين لم يعد مستندا بشكل كبير إلى الصادرات. ثم إذا ما نظرنا إلى الاستثمارات الثابتة التي كانت في الواقع الحافز الأساسي للنمو في الصين، نجد أن هذه قد انخفضت إلى مستوياتها الدنيا في السنوات الفائتة. الجانب الثالث هو الاستهلاك، ويصعب أن نفهم أنماط الاستهلاك. إذا ما نظرنا إلى الأرقام نجد أن الأرقام مرتفعة حوالي 60% خلال سنوات فائتة، لكن إذا موزعنا هذا الاستهلاك، استهلاك الأسر على سبيل المثال منخفض جدا، والصين تريد أن تغير هذا النمط في الاستهلاك من الاستهلاك المرتبط بالاستثمار إلى الاستهلاك من قبل الأسر. هذا الاستهلاك هو الذي يجب أن يزداد. من المشاغل الأخرى أيضا هو كيفية استجابة السياسات مع التباطؤ. تراجعت أو بالنسبة 6 أضعاف، وأوقفت الصين بعض مشاريع البنى التحتية، كما أن قيمة العملة تراجعت من خلال إجراءات السياسة. كل هذه التدابير كفاءتها وفعاليتها محدودة جدا. أين الخطأ في كل ذلك؟ النقاش قائم الآن لجهة القضايا الهيكلية والبنيوية. ثم تتفاوت الآن بين المشكلة والعلاج المقترح في السياسات. الصين الآن تتحول إذن في تركيزها من الطلب، من جانب الطلب إلى جانب العرض، والنقاش واسع الآن في الصين لجهة كيفية دفع عجلة الاقتصاد وتحويلها في الواقع نحو العرض. أود هنا أن أشير إلى أن هذا الجانب بلغ الأهمية. الحكومة الصينية أطلقت مؤخرا خطة خمسية بدءا من العام 2013، ومن بين ذلك معدل نمو عند 6.5%، وهو أقل إذا ما قارناه مثلا بالسنوات الثلاثين الفائتة حيث كان معدل النمو عند 10%. إلا أن هذه الأرقام هي الآن أقل، إذا معدل النمو بات الآن أقل وهو أكثر واقعية، فهذا يعني أن الحكومة الصينية تريد أن تركز فعليا على تغيير بنيوي مستقبلي. هذا التغيير البنيوي يحصل فعليا إذا ما نظرنا على سبيل المثال بجانب العرض. قطاع الخدمات مثلا في الصين تفوق على القطاع الصناعي الآن لسنوات كثيرة، والفجوة بينهما ما تزداد حتى هذا العام. لو استمر هذا المسار فإن معدل النمو سوف ينخفض أكثر. من جهة أخرى أطلقت الحكومة الصينية عددا من السياسات بغية دفع عجلة الاقتصاد من خلال الإصلاحات على سبيل المثال، الإصلاحات المتصلة بالأراضي، بالعمالة وغيرها، وأيضا تشجيع الابتكار. الابتكار هو المصطلح الرائد اليوم في الصين. تغيير كذلك دور الحكومة والاستماع إلى آراء أخرى عند إرساء هذه الإصلاحات. إذا ثمة تغيير قائم، لكن ننتظر تغييرا إضافيا في السنوات المستقبلية. ثمة إصلاحات في مجال التربية والتعليم، في مجال الصحة أيضا أو الرعاية الصحية، وكلها من شأنها أن تزيد من إمكانية النمو فيما يتعلق بالعرض. إذن على المدى القصير المخاطر موجودة. ثمة مشاكل مثل مصارف الظل
المخاطر أيضا المرتبطة بمعدلة الفقر. فعلى الرغم من التحول في نظم الإدارة ثمة احتمالات كثيرة. من وجهة نظري مرونة هذه العملة تحديدا كبيرة، ولكن ربما تأتي في الوقت الخطأ. فخلال هذه الفترة عرفت البورصة الصينية انخفاضا، وهذا ما أدى إلى حركة أو حالة الخوف الكبيرة في الأسواق، أسواق المالية. العملة الصينية في واقع الحال تسير على مسار من المرونة، ولكن كل هذه الإجراءات في السياسة ساعدت على منع الاقتراض. أنا سمعت أحد المتحدثين في الجلسة الصباحية تشير إلى هذه النقطة تحديدا. ما أود الإشارة إليه تاليا هو موضوع العملة الصينية. هذا الموضوع مرتبط أيضا بما طرحه الزميل من بيجين قبل قليل في الجلسة الأولى. لا شك أن ما أسميه أنا باستراتيجية الرنمبي أو العملة الصينية لا يرتبط بتدويل العملات، هذا يرتبط كذلك بأبعاد مختلفة. يرتبط ذلك طبعا بزيادة أو بتعاظم قوة الصين في العالم، محافظ المصرف المركزي في الصين قدم اقتراحا في الواقع، وهذا الاقتراح يعكس أن الصين غير راضية حاليا عن موقع عملتها عالميا، فالدولار هو المسيطر والصين لم يكن لها مكانة كبيرة فيما يتعلق بالعملات. ثم استراتيجية العملة الصينية بات لها معنى متزايد بالنسبة للصينيين أنفسهم. إذا ما نظرنا على سبيل المثال إلى تدويل هذه العملة منذ العام 2009 عندما فرضت الصين قيودا في هذا المجال وما قامت به الصين لاحقا، وفي الواقع مزيد من الانفتاح ومزيد من التحرر، وهذا تماما كما الخبرة اليابانية في أو الحالة اليابانية في الثمانينيات عندما أرادت اليابان أن تدول الين. نحن نعتمد النصوص الموجبة مثل نصوص منظمة التجارة العالمية. لماذا تعتبر هذه الأمور أساسية وناجحة بالنسبة لنا؟ لأن هذا الانضمام فرض ضغوطا للسير في إصلاحات محلية، وهذا جيد في الصين. استراتيجيتنا فيما يتعلق بعملاتنا رنمبي لها نفس الوظيفة. هذا العام تريد الصين أن تضيف عملتها إلى سلة عملات الأسيان، وهذا ما يفرض أيضا إصلاحات محلية. فالإصلاحات في السياسة تعني حتما انفتاحا أكبر على أسواق الأموال. كل هذه التغييرات إذن الإصلاحات المحلية هي مزيد من الانفتاح وربما تدويل العملة الصينية بات
أو جعل من هذه العملة مصدرا للتنويع في احتياطي العملات العالمية. من وجهة النظر الدولية أيضا يمكن القول إن استراتيجية العملات هي من أسفل إلى أعلى، وهذا ذات معنى وحيوي بالنسبة لنا جميعا عبر العالم وفي الصين. هذا التحول البنيوي إذن في الصين حاصل لا محالة، وأعتبر أنه مشروع طويل الأمد. من السابق لأوانه أن نتوقع نتائجه، ولكن أعتبر أن أثره سوف يكون كبيرا، وفرص المتاحة أمام الأعمال سوف تكون كبيرة كذلك. من هونغ كونغ وصولا إلى سنغافورة ولندن والآن الشرق الأوسط، الدوحة على سبيل المثال فيها مركز مقاصة للعملة الصينية، وثمت فرص أكبر للأعمال يستفيد منها الجميع. شكرا. Thank you, Hai Hong. شكرا هاي هونغ. لدينا 35 دقيقة قبل استراحة القهوة للاستماع إلى الأسئلة من الحضور. لدي سؤال لكل من المتحدثين، إذا اسمحوا لي أن أبدأ. فيليبي، تحدثت عن مشاكل تشيلي مع تراجع أسعار النحاس، وأيضا دول الشرق الأوسط مصدرة للسلع أيضا، إذا مع تراجع دورة أسعار السلع كيف سوف يؤثر ذلك على العلاقة بين دول الشرق الأوسط ودول أمريكا اللاتينية، لأن الطلب لديكم على النفط سوف يتراجع أيضا مع تراجع أسعار النحاس، إذا هل لك أن علقت على هذه النقطة؟ سؤالي لدكتور بارك، لا شك إن كوريا أيضا مصدرة، واستمعنا إلى تباطؤ الاقتصاد في الصين، وما معنى ذلك بالنسبة لكوريا كمصدر، وما هي استراتيجية الكورية في المستقبل في العام المقبل؟ وأخيرا سؤالي لهاي هونغ، كما ذكرت فأن تدويل العملة هو مشروع على المدى الطويل والصين في المسار الصحيح، ولكن السؤال الذي يطرحه الكثير من المحللين هو هل إن تباطؤ الاقتصاد هذا العام الذي قد يوصل بمعدلات النمو إلى 2 أو 3% بدل من 6 أو 7%، بغض النظر عن نسبة التباطؤ، هل إن لذلك تداعيات على خطة تدويل العملة؟ هل سوف يكون هناك تأجيلا لهذه الخطة باعتبار ضرورة إدارة عملية تحرير حسابات رأس المال والحسابات الجارية في الصين؟ إذن بهذه الأسئلة الثلاثة أفتح المجال للجمهور للمزيد من الأسئلة قبل أن أعطي الكلمة للمتحدثين للإجابة. Thank you, Sanjara. شكرا. سؤالي موجه لدكتورة هاي هونغاو، أشرت إلى التجربة الصينية عام 1998 لجهة تدويل العملة في اليابان، ولكن الوضع آنذاك يختلف عن الوضع في الصين اليوم، وتحدثت عن ACR وهو ليس عملة، هو قياس، وهناك مجموعة من الشروط المسبقة الضرورية وإدخالها في احتياطي العملات الصعبة للدول الأخرى، وأيضا ما كانت هذه العملة في العلاقات التجارية. لا شك أن الصين شريك تجاري أساسي مع دول أخرى، ولكن إلى أي مدى
not just only China. تستخدم العملة في العلاقات التجارية مع هذه الدول. وثالثا إلى أي مدى هذه العملة مستخدمة في أسواق رأس المال؟ وفي حالة اليابان عام 98 كان الين الياباني جزءا من هذه الإجراءات والرزم في عملية التطوير. ولكن ما هي الفترات المتعاقبة؟ كيف تصفين هذه المراحل المتعاقبة؟ وكم هي الفترة الزمنية لكل من هذه الفترات؟ Thank you very much, Baru. One comment and also a question. لدي تعقيب وسؤال. هناك الكثير من العبارات المرنانة بشأن تباطؤ الاقتصاد الصيني، ولكن الواقع فإن معدلات النمو تختلف عن وضع الاقتصاد بطبيعة الحال، خاصة وأن الصين تنقل تركيزها من الصادرات إلى الاستهلاك المحلي، فهي نقطة هامة جدا يجب أخذها بعين الاعتبار. وأعتقد أنه في هذا السطات نسبة 7% تبقى نسبة مذهلة، ويمكن أن يساوي ذلك 18% منذ 10 سنوات في الاقتصاد الصيني، لأن العام الماضي تخطى الاقتصاد الصيني عتبة 10 تريليون. GCC economy and other. هناك أيضا الكثير من العبارات الرنانة الخاصة بالاقتصاد الخليجي والاقتصادات الأخرى، وأعتقد أن المبادرة العالمية هي فرصة رائعة، لأن محادثات الصين مع الدول العربية ودول الشرق الأوسط هامة. فلدينا تعاون في القطاع النفطي، ولكن تم تحديد قطاعات أخرى مثل البنى التحتية، تسهيل التجارة، الطاقة النووية، الفضاء والتكنولوجيا، وكلها مجالات لتنويع الاقتصاد، وهذا يعود بالفائدة على اقتصاد الصين واقتصاد دول المنطقة. سؤالي لدكتور بارك، اقترحت في عرضك اعتماد مقاربة بين المنطقتين، بين الخليج ومنطقة آسيا، لتعزيز هذه العلاقات. سؤالي، هل يمكن أن تفصل هذا المقترح؟ لأنني أعتقد أنه في حالة جنوب شرق آسيا فإن التكامل الإقليمي يتقدم ببطء وليس بالسرعة المتوقعة. Thank you. Actually, I have many questions, but now we would like to. كان لدي الكثير من الأسئلة، ولكن سوف أختصر بطرح سؤال واحد على دكتور بارك. أنا من الصين. I'm learned from your presentations about GCC. وتعلمت كثيرا من العلاقات الإقليمية والتعاون التجاري بين المنطقتين، وكان لديك الكثير من الاقتراحات لدول الخليج لتعزيز هذه العلاقة في الوضع الجديد. سؤالي، هل لديك اقتراحات لدول شرق آسيا لكي تجتمع بشكل أفضل؟ لأن لدينا مستويات تعاون كثيرة على المستوى الإقليمي دون الإقليمي، فكيف يمكن أن نجتمع؟ لدينا منصات كثيرة ولكن العمل الفعلي أقل، فما هو اقتراحك بهذا الصدد؟ سؤال أخير قبل أن نعود للمتحدثين للإجابة ونأخذ بعدها جولة جديدة من الأسئلة. سؤالي لدكتورة غاو ومتعلق بمبادرة الحزام الواحد طريق الواحدة، وهناك اختلافات كثيرة بطبيعة الحال بين الدول، وبالنسبة لأكبر الدول فهذا يتطلب استثمار من تريليون دولار على مدى العقد المقبل، وكيف يؤثر ذلك على نية الصينيين في تغيير
اقتصادهم لاقتصاد استهلاكي إذا ما كان هناك هذه الاستثمارات الكبيرة التي سوف تستنفذ الموارد المالية للحكومة. أعود للمتحدثين للإجابة قبل أخذ جولة جديدة من الأسئلة. بالنسبة إلى تراجع الطلب على النفط في دول أمريكا اللاتينية، أولا يجب أن نميز مجموعتين في هذه المنطقة. أولا الدول المصدرة للنفط، لأن المنطقة متنوعة، فنحن نتحدث عن أمريكا اللاتينية ولكن لدينا فنزويلا وكولومبيا وإكوادور والمكسيك، وهي من بين الدول المنتجة والمصدرة للنفط. هذا هو الجزء الأول من المنطقة، وهي دول تواجه بعض الأوضاع المشابهة مع اختلافات. مثلا المكسيك لديه اقتصاد منوع، في حين أن فنزويلا ليس لديها اقتصاد منوع وتعاني أزمة اقتصادية سياسية، ولكن كلا دولتان مصدرتان للنفط، و 50% من الصادرات في كولومبيا هي صادرات نفطية. أما الإكوادور فهي تعتمد على النفط وليس لديها عملة معومة بل مرتبطة بالدولار، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة. من جهة أخرى لدينا مجموعة من الدول مثل تشيلي وبيرو، وهي مصدرة للمعادن، ولدينا مجموعة أخرى وهي أو لدينا تفريق آخر، دول الأطلسي ودول المحيط الهادئ. لدينا المكسيك، بيرو، تشيلي تبلي بلاء أفضل من الدول الأخرى. كما ذكرت فنزويلا تعاني أزمة كبيرة، البرازيل تعرف كسادا كبيرا وهو الأكبر، فهي سجلت معدلات سلبية من النمو للعام الثاني على التوالي لأول مرة منذ عقود. وقد يكون هناك احتمالات أفضل بعد انتخاب الرئيس الجديد الذي سوف يتبوأ منصبه في الأول من ديسمبر. و الواقع أنه حتى إذا ما أخذنا مجموعة الدول في التحالف الأطلسي عرفت تراجعا في معدلات النمو، ولكن لا تزال تسجل نموا بين 2 و 3%. In fact, oil demand is increasing in this country. So the fact that ولدينا مجموعة هذه الدول تسجل نموا، و لذلك أحذر من المعدلات، لأننا نتحدث عن معدل النمو سلبي في أمريكا اللاتينية، ولكن هذا بسبب البرازيل وفنزويلا، وفنزويلا سوف تعرف تراجعا بحوالي 8% في إجمالي الناتج المحلي، والبرازيل سوف تسجل تراجعا بنسبة 3% في إجمالي الناتج المحلي. إذن يجب أن نميز هذه المعدلات بالنسبة لدول الأطلسي ودول المحيط الهادئ. بالنسبة لتدويلي الرنمبي أو العملة الصينية، أعرف أن ثمة إجراءات لتحريرها تذهب في هذا الاتجاه، لكن لابد من القيام بالمزيد لمرونة هذه العملة. إذا كنتم تريدون لأرنمبي أن تصبح عملة دولية، لابد من الحد من التدخل، ولابد من الذهاب نحو رنمبي معوم. ماذا عن هذه العملية؟ هل هي عملية سوف نراها في هذا الجيل، أو سوف ننتظر ذلك جيلا، أو يستغرق ذلك جيلا جديدا أو آخر؟ I'll be pretty brief as to the Dr. Baru's question on Korea's future. بالنسبة لمستقبل خطة كوريا فيما تتراجع الصادرات في كل مكان، لابد من الإشارة أن دور الصادرات في الاقتصاد ودري
فرص عمل جديدة تتراجع في كوريا، لكن إذا ما نظرنا إلى حجم حجم الاقتصاد الكوري هو 1.7% من إجمالي الناتج العالمي، بالتالي موضعنا أو موقعنا الاقتصادي يفرض علينا أن نصدر، لابد من أن أستخدم الأسواق الاقتصادية العالمية. أود أن أؤكد على أمور ترددها الحكومة الكورية اليوم، ثلاثة أدوار لابد لي أن أقوم بها. أولا تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، زيادة حجم الاستثمارات في كوريا، وتعزيز قطاع الخدمات. هذه هي القطاعات أو المجالات التي لابد أن نركز عليها، إذن لكي نعزز الصادرات، ولكن أيضا لكي نعزز النمو الاقتصادي، ولكي نوفر فرص عمل أكثر. يجب أن أؤكد أيضا أن لكوريا 15 اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، مع الصين، مع الاتحاد الأوروبي، مع الهند، وهي تمثل 73% من إجمالي الناتج العالمي. إذن هذه ما تغطيها هذه الاتفاقات، بعد ذلك لدينا تشيلي والبيرو وكوريا. لابد من استخدام هذه الشبكة من الاتفاقات لكي نزيد من حجم الشركات الصغيرة المتوسطة لدينا كي تصبح أكبر حجما. نريد كذلك أن نزيد من حجم الاستثمارات بغية استخدام هذه الشبكة. هنا أتحدث عن مجال التجارة حصرا. قد يبدو ذلك غريبا، ولكن لابد من أن نربط اقتصادنا بالاقتصاد العالمي بشكل أفضل. هذه الاستراتيجية التي يجب أن نتوخى من وجهة نظري. بالنسبة للتكامل الإقليمي سوف أجيب على سؤالين دفعة واحدة. في شرق آسيا عفوا، لدينا مفاوضات حول اتفاقية تجارة حرة بين اليابان والصين وكوريا، لدينا رابطة آسيان زائد ثلاثة، أي الهند ونيوزيلندا وأستراليا. هذه المفاوضات بدأت في العام 2013، ولدينا كذلك شراكة عبر الأطلسية فقد انتهت، لا أعرف متى يمكن تطبيقها، فهي تشهد تعقيدات أيضا محلية أو قطرية، إلا أنني أحاول أن أقول إنه من دون هذا التكامل الإقليمي في شرق آسيا، لأنه عندما نتحدث عن شرق آسيا نتحدث عن تباطؤ، إلا أن الطاقة المتاحة في هذه الاقتصاديات كبيرة، لابد بالتالي أن نزيد من كفاءتنا، لسيما بالنسبة للشركات وبالنسبة لشبكات التجارة اليومية إذا جاز التعبير. لابد بالتالي من أن نفتح اقتصاداتنا على الأقل داخل المنطقة، كما ينسحب ذلك على ذو مجلس التعاون. لابد من تكامل أكبر داخل منطقة الخليج. إذا بات لدينا شراكة عبر أطلسية، لماذا لا يكون لنا اتفاقات تجارة حرة من بين المنطقتين؟ قد يتطلب ذلك وقتا، ولكن من الأهمية بمكان أن نبدأ نقاش هذا الموضوع. أود أن أؤكد أيضا أن الدول الكبرى في شرق آسيا، لا سيما الصين واليابان وكوريا، عليها أن تسرع إيقاع مفاوضاتها بين هذه الدول الثلاث. نحن نعرف اليوم بعض التوترات السياسية والنزاعات المرتبطة بالسياسة، لكن لا يمكن إلا أن نتحدث عن مزيد من التكامل في هذه المنطقة. هذا جانب أود أن أشير إليه وأؤكد عليه. بالنسبة لسؤال دكتور بارو حول تأثير التباطؤ على مشروع الرنمبي، يجب أن نميز بين الأسواق وبين السياسات. بالنسبة للأسواق هذا سيء، الأثر سيء طبعا. في السابق كان السوق يحب استخدام العملة الصينية بشكل كبير، لأن كان مساره يتوقع له أن يذهب ارتفاعا، لكن طبعا التراجع الحالي يؤثر بشكل سلبي جوع الأسواق لهذا الاستثمار، فالسيولة تتقلص، هذا ما يحصل فعليا على مستوى الأسواق. وقد يكون له بالتالي أثر على مسار الرنمبي. أما بالنسبة للسياسات، للبعد المتصل بالسياسات، فالأثر محدود وضئيل.
تعرفون أن الحكومة الصينية تريد أن يكون الجواب إيجابي على استخدام هذه العملة، كيف يكون الجواب إيجابي لجهة المزيد من الانفتاح ومزيد من التدوين لهذه العملة؟ خطوة إضافية سوف تتخذ لتعزيز هذا الانفتاح على الرغم من أن الأسواق ربما تكون مترددة بعض الشيء. لابد من أن ننظر في بعدين اثنين هنا. لدينا أولا وظيفة العملة، لدينا وظيفة الاحتياط، ولدينا كذلك وظيفة القيام بالنشاطات أو بالعمليات التجارية. بالنسبة للاحتياطيات، هذا الجانب صعب حاليا. الرنمبي في إدارة الاستيار هذه العملة إذن تشهد تقدما، البعض يقول إن في ذلك عمل رمزي، لكن لا، أنا أعتبر أن هذه الخطوة حيوية بالنسبة للصينيين. العملة الصينية تحظى بدعم من صندوق النقد الدولي، وهذا فعلا متميز. هذا يختلف تماما عما كانت عليه الظروف السابق، فكأن الأسواق العالمية بات تستفيد من المصداقية بسبب هذا الإدماج. ثم لدينا عملية دورية السياسات بالنسبة لتدويل العملة الصينية. هذا يعيدني إلى السؤال الذي ذكرته قبل قليل، وهو مرونة التداول بالعملة الصينية. اليوم بات لدينا سياسات مهمة، أولا مرونة سعر الصرف، وثانيا التدويل، ثم الأسواق المالية المحلية. ما هو التسلسل لهذه الأمور؟ النقاش دائم. يقال في السابق إن الانفتاح يجب أو يتم أسرع من السياسات الأخرى، وتعليقات كثيرة في الواقع دقت ناقوس الخطر لكي تقول إن هذه الإجراءات ربما خطيرة في ضوء سياسات الفات، وأيضا زيادة المخاطر المتصلة بها، وتراجع السيولة أيضا في الأسواق العالمية. إذن هذه القضية بلغت الأهمية من وجهة رأيي، وحتى الآن ليس لدينا أجندة واضحة في هذا الصدد. أما بالنسبة لتدويل عملة الرنمبي، أعتقد أن العام 2020 سوف يكون العام الفاصل بالنسبة لنا لكل المشاريع إطلاقا. هذا التزام من قبل الحكومة، وسوف ترون حتى قبل هذه المهلة الزمنية انفتاحا أكبر من السابق. أنا طلب مني الدكتور بارو أن أتحدث عن مسائل محددة، وبالتالي تجنبت عدد من المسائل، لكن طبعا أسئلتكم بالغة الأهمية وعلي أن أجيب عنها. قضية الحزام الواحد، الطريق الواحد مثلا، أنا يصعب علي أن أحتسب أو أقدر إيجابيات هذه المبادرة في ضوء كلفتها. لا أعرف إذا كانت تفيد نموذج المرتكز إلى الاستهلاك، لكن من المفيد ربما للمنطقة أن تتعامل معها على شكل مجموعة كاملة، وبالتالي يمكن تحديد حجمها. حتى هذه من وجهة نظري مبادرة إقليمية. حتى الآن هذا المسار زاخر بالديناميات، وأنا سوف أتركه بكل أحوال للخبراء الآخرين لكي يفصلوا فيه. فعلا هذه قضية، هذه المبادرة بلغت الأهمية. شكرا لك هاي هونغ. أخذ السؤال التالي من زميلنا من تركيا. مايكروفون. مايكروفون السيد المتحدث. أود أن أعود إلى عرض فيليبي.
وأود أن أتحدث عن فرضيتين اثنتين أشار إليهما بقدر من اليقين عالٍ. أولاً قال إن الأسعار المنخفضة للسلع هو يقين وأن هذا التباطؤ هو موجود ويجب أن نتعامل معه، لكن كيف أنت أكيد إلى هذا القدر؟ من وجهة نظري العرض نسمع عن استثمار أقل بسبب انخفاض الأسعار، لكن من وجهة الطلب الصين قد لا تكون هي الحدود للنمو، قد يكون لدينا قصص نجاح أخرى مثل الهند مثل أفريقيا، وقد يكون لدينا هناك دفع مزيد للطلب بالتالي طلب على السلع. هذه هو أول فرضية أريد أن أسأل عنها. ثانيا، إذا ما افترضنا فعلا وجود انخفاض بنيوي في أسعار السلع ينتظرنا، أنت اقترحت تعويم سعر الصرف كسياسة، لكن هل هذا اقتراح برأيك سوف يفيد، أو تعتقد أن بعض الدول المصدرة للسلع قد تكون ردة فعلها مختلفة، قد تكون جهوزيتها مختلفة مثلا للتعامل مع هذا التراجع في قيمة عملتها؟ ثم إذا ما قامت كل الدول المصدرة للسلع بمراجعة قيمة عملتها، هل هذا برأيك سيناريو يمكن أن نتعامل معه عالميا؟ أكتفي بهذا القدر، شكرا. One more try in here. This question to Mr. Bar. أود أوجه هذا السؤال إلى السيد بارك. فكرة التعاون بين المنطقتين ممتازة فعلا، على الرغم من أن صعوبات كثيرة تشوبها وتعيقها أكانت داخل هذه المنطقة أو بين المنطقتين، لكن دعنا ننتقل إلى مستوى آخر ويمكن إدارته من دولة إلى دولة، تعاون بدل من منطقة إلى منطقة، دولة إلى دولة. أنا أتحدث مثلا عن دولتك جنوب أو كوريا الجنوبية وهي نجم ساطع في المنطقة ومنطقتك، وأنا دولتي التي أتي منها والإمارات العربية المتحدة، وهي أيضا ربما من نمور هذه المنطقة يصنع ويتكشف في هذه المنطقة بالتحديد. هل ترى أي شكل من أشكال التعاون المتزايد بين هذين النجمين الناشئين في المستقبل؟ إذا كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة بما أسمح لاحقا بتكامل أكبر بين المنطقتين، أي غرب آسيا وشرق آسيا. وجه سؤالي الدكتور بارك، يتم الحديث كثيرا عن اتفاقيات التجارة الحرة FTA وأن الدول يجب أن تسعى لها، أتفهم ذلك من وجهة نظري الدول المصدرة للسلع، لكن بالنسبة لي دول مش تعاون حيث السلعة المصدرة الوحيدة هي النفط، ما هي الفائدة؟ لا أحد يشرح لنا بالتفصيل ما هي الفائدة بالنسبة لدول مش تعاون، ما هي الفائدة المستقاة من هذه الاتفاقيات أو الشركات؟ سؤالي لدكتور غاو ثم لسيد بارك. دكتور غاو، حتى لو كان تدويل عملة الصين لن يتم الآن، لكن انطلاقا من وجهة نظر الدول المصدرة للنفط والاقتصاديات في المنطقة المرتبطة بالدولار بشكل كبير، إذن إلى جانب تراجع أسعار النفط تطرح قضية الرنمبي، كون الصين من الشركاء التجاريين الأساسيين لهذه الدول، كيف تقترحين إذن أن تقارب هذه الدول هدف تدويل العملة الصينية؟ كيف يجب أن يتعامل مصدرو النفط المنطقة مع تدويل العملة لجهة إدارة العملة والقرارات المأخوذة في هذا الصدد؟ السؤال الثاني للدكتور بارك، ربما دكتور بارو أيضا يريد أن يدلو بدلوه، ثم تغييرات بنيوية في المنطقة متصلة بتصاعد دور إيران لو بدأ تطبيق اتفاق النووي الإيراني، نرى دولا أسيوية كثيرة لا سيما تلك التي كان لها علاقات مع إيران قبل فرض العقوبات عليها، إذن هذه الدول تريد أن تزيد من استثماراتها فيها. آخر إعلان مثلا سمعناه، ولا أعرف إذا كان جزء من مبادرة One Belt One Road، الحزام الواحد الطريق الواحد، وإعلان أن الصين تريد في الواقع أن تبني سكة حديدية ابتداء من الصين وصولا إلى إيران،
وكان ذلك مثيرا فعلا للاهتمام. إذا كيف تقاربين المنطقة من وجهة النظر الآسيوية في ضوء تغييرات محتملة في التنافس وأيضا التعاون المستقبلي من خلال توسيع العلاقات التجارية لمزيد من التعاون كما قلنا حتى بين إيران ودمشق؟ التعاون يمكن لآسيا أن تشجعه، هل هذا شيء يجب أن نفكر به من وجهة نظرك؟ سؤالا سريعا وبعد ذلك نعود إلى المتحدثين للإجابات. عودة إلى موضوع تدويل الرنمبي، الأسعار مهمة للعملات ومن دون مرونة في العملة لا يمكن أن نصل إلى التدويل، لكن العملة لا ليست للدفع فقط، لكن ثمة عمليات أخرى متصلة بها. لدينا على سبيل المثال هذه العملة التي تستخدم بشكل محدود في هونغ كونغ وهو سوق صغير نسبيا، بالتالي عندما نتحدث عن علاقات جديدة بين الصين وبريطانيا هذه التي تم تعزيزها خلال زيارة الرئيس الصيني إلى لندن مؤخرا، هل هذا يحيلنا إلى سيناريو نجد فيها أن خبرة المملكة المتحدة في المجال المالي سوف تستخدم لبث الزخم في عملة الرنمبي؟ يتم الإشارة مثلا عن بعض التنظيمات في المملكة المتحدة التي يمكن أن تكيف، خاصة إذا ما غادرت المملكة المتحدة مثلا الاتحاد الأوروبي، لكن هل ثمة احتمال قد يسمح بتدويل الرنمبي بشكل أوسع؟ Only if we could have the climate. A quick question about debt and. سؤال سريع عن الدين وأسعار سعر الصرف. فيليبي والدكتور بارك، نعرف أن هناك زيادة أو هناك ارتفاع كبير للديون في الاقتصاديات الناشئة وأيضا ديون بالدولار، فما هي نقاط التقاطع مع نظام العملة المربوطة؟ وكوزير كيف توصي بالتعامل مع هذه مع هذا الوضع؟ Enthusiastic, so very quick. سؤال سريع. سؤالي إلى دكتور بارك. بالنسبة للشراكة العابرة للمحيط الهادئ، هناك تعاون على المستوى الإقليمي مثلا دول آسيان زائد واحد زائد ثلاثة والشراكة عبر المحيط الهادئ، هل يمكن لمثل هذه الشراكة أن تكمل الشراكات الأخرى أم تتعارض معها؟ والسؤال الثاني لدكتور غاو، أعتذر عن المقاطعة، نفذ الوقت ولا يسعنا الأخذ إلا سؤال واحد. أعود سريعا للمتحدثين للإجابة عن بعض الأسئلة المختارة وأهم المواضيع التي طرحت من قبل الحضور. دقيقة لكل متحدث. شكرا سنجايا. بالنسبة إلى وثوقنا بأن التغير الذي نشهده هو تغير بنيوي، فأنا أكثر ثقة بقول ذلك بالنسبة للنفط من النحاس، وإحدى الأسباب لذلك هو أنه في كلا الحالتين لدينا طلب، ولكن في إحدى الحالتين لدينا تغيرا تكنولوجيا أساسيا ناقشناه في الجلسة الأولى يؤثر على هذا الاحتمال، وذكرنا الصين وقد لا تكون دافعا أساسيا وراء الطلب، ولكن هناك أماكن أخرى إذا ما كنا لنتوقع نموا كبيرا في الهند، فيمكن للهند أن تكون بمكانة الصين اليوم في المستقبل،
لا يمكن برأيي أن نستبدل بسهولة الصين كمصدر طلب على السلع. أما بالنسبة لمعدلات العملة المعومة أو أسعار العملة المعومة، كنت مستشارا ولثمانية عشر حكومة، وأنا قبل أن أقدم الاستشارات أنظر في الخصائص لكل دولة، وأنا لم أقدم الاستشارات حول دول الشرق الأوسط، فتجربتي هي أكثر للاقتصاديات الناشئة في أوروبا الشرقية وفي أمريكا اللاتينية، ولكن ليس في منطقتكم. ولكن أعتقد أنه يجب أن نتجه باتجاه تعويم سعر الصرف، ولكن مع قواعد مالية طويلة الأمد، لأننا بحاجة إلى ركائز، وعندما نتخلى عن سعر صرف العملة يجب أن يكون هناك ركيزة بديلة، وأن يكون لدينا رؤية طويلة الأمد للسياسات المالية، وأقوم أيضا بتعزيز استقلاليات المصارف المركزية وإعطاء أو تحديد أهداف لمعدلات التضخم. لا يمكن أن نتخلى عن سعر الصرف من دون أن يكون لدينا ركائز بديلة. أما بالنسبة لديون الشركات، نحن لم نواجه أبدا مثل هذه المشكلة، وأعرف أن بعض الاقتصادات تواجهها. نحاول أن نصدر السندات السيادية الأولى بالبيسوس موضوعة في نيويورك، وقمنا بذلك عندما كنا في الحكومة، لأننا اعتقدنا أن القلق من تعويم سعر الصرف هو أن لدينا ديون شركات بالدولار، وهذا يؤثر سلبا على السيولة، على الموازنة وغير ذلك. إذن كنت لا أشعر بقلق إذا ما كان هناك زيادة حادة في ديون الشركات بالعملة الأجنبية. دكتور بارك، باختصار لو سمحت. بداية يجب أن نعرف أن الدول تتسابق لإبرام أكبر قدر من اتفاقيات التجارة الحرة، لأن الآلية الممثلة بمنظمة التجارة العالمية ليست ناجعة، ولذلك نبحث عن بدائل وعن المزيد من الشركاء التجاريين، ولكن هذا تلقائيا يميز أو يؤدي إلى معاملة تمييزية ضد الدول الأخرى التي ليست لديها اتفاقيات شراكة. وبالنسبة للاقتراح أن نتحدث عن المزيد من التكامل داخل منطقتنا، ربما الاقتراح في محله، وإذا ما كان لدينا اتفاقية تجارة حرة، أي أنه لدينا أنظمة تجارية، أنظمة تبادل تجاري أفضل تستقطب المزيد من المستثمرين من الشركاء ودول أخرى، وهذا يؤدي إلى استثمارات أجنبية مباشرة، لأن تشعر أن هذه الاتفاقيات ضمانا لها. نحن أيضا لدينا محادثات مع إيران على مستوى قطاع الأعمال، ولدينا جالية زارت عفوا لدينا وفد جالة زار إيران، ويجب أن نتفادى التوقعات عن تغيرات كبيرة في سعر صرف العملة لتفادي العدوى، فقد تكون قد يكون الاقتصاد متعافٍ ولكن يتأثر بما يحدث في دولة مجاورة. أما بالنسبة لي تي بي بي، فقد قسم من دول الآسيان إلى جزئين، دولتان فقط من آسيان جزءا من تي بي بي فقط، وهذا أدى إلى الكثير من الصعوبات والتحديات تؤثر سلبا على الدول غير المشاركة. شكرا دكتور بارك. دكتور أغاو، بالحديث عن تدويل الرنمبي،
أعتقد أن هذه العملة يجب أن تكون دعامة أساسية لدولتنا، لكن ثمة خطوط ومنصات مقايضة بين المركز المصرف المركزي وبعض مراكز المقايضة هنا، وهي تحظى بديناميات وزخم كافيين. لكن بالنسبة لهونغ كونغ وهونغ كونغ ولندن، طبعا هونغ كونغ سوف تساعد، لأن لندن هو فرع أساسي خارج الدولة، وهونغ كونغ لعب دورا أساسيا في البداية عند إطلاق استراتيجية RMB. لكن لندن وسوق صغير وذات إيقاع محدودة أيضا، هذا ربما يستفاد منه طبعا كمكان أساسي، لكن أثر RMB هو بشكل حيوي في آسيا، روابط الحيوية هي مع آسيا، وبالتالي ما يقترح هنا هو النظر نحو التكامل داخل آسيا، ونرى كيفية التقدم وازدياد أهمية هذه العملة، ليس من وجهة نظر الاحتياطيات فحسب، ولكن أيضا فيما يتعلق بالضمانات والعمليات التجارية القائمة. لهذه الأسواق الخارجية دور محدود نسبيا في البداية على الأقل، لكن مثلا شنغهاي ومركز آخر مهم، وسوف نشهد تنافسا حتما بين المركزين الاقتصاديين فيما يتعلق بالعملة، عملة الرمبي. أشكر المتحدثين الذين سمحوا لنا بأن ننهي قبل دقيقتين من الجلسة. أنا أعتذر اعتذارا عميقا للسيد الذي اضطررت إلى مقاطعته. لدينا الآن 30 دقيقة، يمكن لكم أن تعودوا للمتحدثين لأجوبة تفصيلية على أسئلتكم قبل أن نأخذ استراحة الغداء. بعد استراحة القهوة، لدينا بعد استراحة الغداء 5 جلسات متزامنة. جلستنا الأولى هي حول أسواق النفط والطاقة، سوف تنعقد في قاعة اسمها قاعة سكاي 4 في الطابق 51. ثمة إشارات تدلكم إلى المصعدين اللذين سوف يقلونكم إلى الطابق 51. إذن تذكروا أسواق النفط والطاقة، هذه الجلسة إذن هي في قاعة سكاي 4، وهي قاعة في الطابق 51. المجموعة الثانية الخطر الاستراتيجي والجريمة المنظمة والأمن الإلكتروني سوف تنعقد في قاعة البحرين. المجموعة الثالثة تأثير العقوبات الاقتصادية على الأعمال، فسوف تلتقي في قاعة سكاي 2 وهي أيضا في الطابق 50. المجموعة الرابعة الفرص والتحديات في فجوة المهارات في دول مجلس التعاون، هذه سوف تلتقي في سكاي 1 أيضا في الطابق 50. ثم المجموعة الرابعة إشراك الخليج الاقتصاد الآسيوي والخليج في قاعة سكاي 3. إذا لدينا 3 قاعات في الطابق 50، قاعة في الطابق 51 وقاعة هنا في الجانب، وإذا أو جانب هذه القاعة، وإذا طبعا ضللتم طريقكم الزملاء موجودون لكي يدلكم. رجاء العودة إلى هذه القاعة في الساعة 12 بعد استراحة القهوة. شكرا. Thank you.